متواجد في أحد المستشفيات كالعادة، بنتحدث عن كافة الإجراءات الاحترازية اللي بتطبقها الجهة. بداية يعني مستشفى، فأكيد هي من أكثر الأماكن اللي تحرص على تطبيق الإجراءات، من الحرص على ارتداء الكمامات لجميع منسوبيها وحتى جميع زوار المستشفى، فحص درجات الحرارة، التعقيم أثناء قبل عملية الدخول، والتعقيم أساسا يعني هي عملية مستمرة، وبيحرصوا أكيد على تعقيم المكان وتعقيم تعقيم أيديهم، وحتى بيحثوا الناس على تعقيم يدهم عند الانتقال من مكان إلى آخر. لكن هذا مو موضوعنا، إحنا موضوعنا اليوم هي أول صيدلية ذكية للمستشفيات الخاصة في المنطقة الغربية تدار بواسطة الروبوت 100%. خلينا نستعرض معاكم الآن الصيدلية الذكية والروبوت اللي نشاهده الآن أمامنا. مثل ما نشاهد الآن على الشاشة، الدواء والجهاز قاعد بياخذ الدواء، بيسحبه من المكان المخصص ليه زي ما احنا شايفين الآن من الداخل. الروبوت الآن وهو بيتحرك وبياخذ الأدوية من المكان المخصص لها عشان تخرج بعد كذا للشخص اللي هو محتاج الأدوية. طبعا يعني دائما بنقول انه احنا لو مو التكنولوجيا ما كنا قدرنا انه احنا نحارب كورونا، فلذلك بنشوف التقنية كل يوم بتزيد عن اليوم اللي قبله. يعني احدث الوسائل التكنولوجية توفرت هنا عشان يحسنوا تجربة المريض، وبيقللوا كمان ايضا من وقت الانتظار، وبيقللوا كمان من معدل الأخطاء. فاللي بيصير انه بتتم عملية الفرز عن طريق الروبوت زي ما ذكرت لكم، هي عملية يعني تكنولوجية 100%. هذا المكان اللي انتم شايفينه قدامكم هو المكان اللي بتنزل منه الأدوية، طبعا بعد ما يطلبها الشخص المخصص أو الشخص المسؤول عن الصيدلية، بتنزل الأدوية عن طريق السيستم الخاص بالمستشفى من الدكتور للجهاز الموجود هنا، وبعد كذا بيطلبوا الشخص المخول عشان تنزل الأدوية من هنا زي ما احنا شايفين. بالنسبة لعملية العملية اللي تدار بها الأدوية داخل الروبوت نفسه، ففي مكان مخصص لوضع الأدوية، يعني هو المكان بعيد شوية فما راح أقدر أنقل لكم الصورة، لكن هو مكان أشبه بالحوض، بتنحط فيه الأدوية بشكل عشوائي، بعد كذا بيدخل الجهاز بيسحب الأدوية، بيقوم بعملية مسح الباركود، وبعد عملية مسح الباركود بتصنف الأدوية داخل المكان الأشبه بمكتبة الأدوية اللي احنا نراها هنا أمامنا، وبعد كذا زي ما قلت لكم بينطلب الدواء، بيسحب الروبوت الدواء المخصص، وبينزل أيضا من لو احنا شايفين هذه الأماكن الخاصة لنزول الأدوية، احنا عندنا هنا تقريبا 8 كاونترات، كل كاونتر مخصص له مكان ينزل منه الدواء، بحيث انه حتى يقلل من معدل الأخطاء، يقلل من من السرعة، لأنه احنا الآن يعني المفروض انه احنا نكون في زمن السرعة، المفروض انه تكون العملية سريعة جدا للحد من التجمعات البشرية أكيد. يعني اتوقع اي احد يشوف الروبوت بيجي له فضول انه كيف بتشتغل، ايش اللي بيصير هنا. فكره رائعه. انا اكثر ساره عبد الله فعلا تسمعوني ان شاء الله قاعدين نسمعك غدير. يعني لما تروح صيدليه وتعطي الوصفه للصيدلي ويقعد بين الادراج وفعلا تطرح السؤال كيف ما يضيع مكان الدواء، ويصير حافظها بالنظر انه والله حاطه يمين يسار. اليوم اعتقد من خلال هذا الجهاز عمل الصيدلي هو جالس في مكانه يطلع لك دواك. وايضا غدير اكيد انك شفتي تجارب اللي جايين ياخذون ادويتهم قدامك في الانتظار، كم كانت المدد؟ يعني تحدث عن السرعه في انه والله يخلص الاول ويجي بعد يعني المدة. المده قصيره. طيب خليني اقول لك يا عبد الاله، السيستم دايركت من بعد ما يخرج المريض من الدكتور بينزل الأدوية، بمجرد انه الشخص المريض يتواجد هنا امام الكاونتر مع الشخص المسؤول عن الصيدلية، بتظهر امامها كافة الأدوية، بس تضغط الزر المخصص لطلب الدواء، بعد كذا بيشتغل الروبوت. العملية قصيرة للغاية، الوقت اللي بياخذ فيه الروبوت الدواء وينزله هو 3 ثواني فقط. يعني في 3 ثواني الروبوت بيسحب الدواء، بيقرا الباركود الخاص بالدواء، بعد كذا يستخرج الدواء من المكان المخصص ليه، وبينزل في 3 ثواني فقط. رائع.